السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من استاد الاهلي. اكيد اليومين الجايين يومين مهمين جدا لفريق كره القدم، مباراه مهمه في الاسبوع ال11 للدوري ممتاز بامر الله امام النادي المصري. اكيد مباراه زي ما بقول لكم هي بست نقاط وليس بثلاث نقاط، لان انت بتلاعب فريق متقدم عنك في بطوله او في جدول الدوري، فبالتالي لما بتكسبه انت بتاخد ثلاث نقاط بتوعك، وفي نفس الوقت بتعطله بشكل ما في ترتيبه في جدول الدوري. فبالتالي ان شاء الله مباراه مهمه. احنا نتذكر طبعا مباراه نهائي كاس مصر امام النادي المصري وقد ايه صعوبه هذه المباراه. اكيد بتواجه فريق منظم، فريق عنده مدير فني مميز بيعرف يلاعب بشكل كبير النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، فبالتالي الاستعداد بالنسبه له مهم جدا. وعشان كده كابتن حسام بدري من خلال التدريبات من خلال المحاضرات بيدي كل التفاصيل الخاصه بالمباراه القادمه. انت بس المشكله اللي عندك خساره بعض اللاعبين نتيجه الاصابه، سواء علي معلول اللي بقاله فتره نتيجه اصابه عضله خلفيه، او حسام عاشور اللي عنده تقل في العضله الضمه، نتمنى ان هو يرجع سريعا. لكن طبعا رجوع محمد نجيب، حسين السيد، احمد حمدي، دي برضو مكسب مهم جدا لفريق النادي الاهلي. هل كابتن حسام البدري في الفتره القادمه او في المباراه القادمه هيلعب بتشكيله مختلفه؟ هيحصل روتيشن بالنسبه للعيبه معينه؟ ده اللي احنا هنشوفه من خلال المباراه القادمه وكلامنا طبعا الفني عن هذه المباراه. لكن طبعا الفقره الاولى بالنسبه لي هتكون فقره صحافه ويمكن انتخابات، زي ما احنا شايفين في الانديه كلها في مصر. طبعا توفيق الاوضاع بالنسبه للانديه المصريه ابتدت ماشيه بشكل كبير، شفنا نادي الزمالك، شفنا الصيد، شفنا انديه كتير حتى الان. طبعا مجالس ادارات جديده، ايضا النادي الاهلي ان شاء الله هيكون يوم الخميس القادم، جمعيه عموميه اكيد واعيه بشكل كبير، هتبقى متواجده بكثافه زي ما احنا شايفين في الانديه الثانيه. لا يمكن طبعا ان الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي تكون اقل من هذه الجمعيات العموميه الخاصه بالانديه الاخرى. كلام كتير وبالاخص يعني الواحد ساعات بيتفرج في البرامج الرياضيه والصحف والمجلات و بتشوف شغل اعلامي ممكن يكون بيأثر بشكل كبير على الراي. ولكن خليني اقول لكم ان النادي الاهلي طول عمره انتخاباته، انا واحد من الناس عايش من وانا عندي 12 سنه داخل النادي الاهلي، عمرنا ما حسينا بشكل انتخابات بالشكل ده. انا اعتقد ان التاثير الاعلامي على المنافسه في الانتخابات بيأثر بشكل سلبي وليس بشكل ايجابي. الكلام ده مهم جدا، لان فعلا احنا في الاول وفي الاخر بنخدم الكيان ده ايا من سوف يكون ان شاء الله في مجلس الاداره، وفي الاول وفي الاخر بيخدم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، فبالتالي لازم نكون وراه. لا يمكن ابدا يكون في تشويه لاي حد، سواء بقى كابتن محمود خطيب او المهندس محمود طاهر او الاعضاء الموجودين ومرشحين نفسهم بشكل كبير. لا يمكن ابدا تشويه اي تاريخ، سواء تاريخ في كره القدم او انجازاته كاداريا. ايضا المهندس محمود طاهر انجازاته الاداريه داخل النادي الاهلي وانشائيه وكل الموجود حاليا على ارض الواقع بالنسبه للنادي الاهلي لا يمكن تشويهه من خلال طبعا اي وسائل اعلام. عشان كده معايا في الاستوديو الناقد الرياضي استاذ ايهاب الفوري، وكلامه اكيد عن هذه الجزئيه ونتكلم طبعا، لان الاعلام مهم جدا بيأثر بشكل كبير على المستقبل او المشاهد بنسبه كبيره. واعتقد سواء بقى النادي الاهلي جمهوره كبير او الجمعيه العموميه عنده كبيره جدا، فبالتالي لازم نتكلم في هذه الجزئيه. استاذ ايهاب برحب بحضرتك ومنور قناه الاهلي. ربنا يخليك كابتن محمد، نورك طبعا ونور جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. تحياتنا ليك. يمكن كلامي دايما الخطاب الاعلامي دايما في وقت من الاوقات مهم جدا انك تكون عاقل، مهم جدا انك تتعامل معاه بشكل مميز، خصوصا لما يكون في انتخابات لنادي كبير. يعني نادي زي الاهلي اعتقد انك انا بشوف انها مؤسسه مؤثره جدا، مش فقط في الرياضه، ايضا سياسيا كمان انا بشوفها انها مؤسسه كبيره بتاثر على امور كتير داخل الدوله. من حيث لما تيجي تبص لما بتكسب النادي الاهلي حاله الاستقرار في البلد من المزاج العام بتبقى مختلفه تماما يا استاذ ايهاب. فبالتالي لما تيجي تناقش ماده اعلاميه عن انتخابات او مرشحين لازم يبقى في جزئيه من الهدوء او المصداقيه بشكل كبير في جزئيه ان انت بتعرض المرشحين كلهم بنفس التساوي. يعني بص، في فرق بين الخطاب الاعلامي والخطاب العربجي. الخطاب الاعلامي ده حضرتك مقدم بتجيبني بتجيب مرشح كل واحد بيطرح وجهه نظره. الخطاب العربجي انت تبقى قاعد كانك راكب على كاريتا معاك الكرباج بتلسوع في الحصان اللي عمال يجري، مالكش دعوه بيعمل ايه سواء في الاتجاه ده او بس لفظ العربجي ده مش شتيمه بس. لا انا بقول لك لا مش شتيمه، لا لا انا بقول انا وصفتها لك، واحد راكب كاريتا بيلسوع في حصان بيجري. تمام.
بتحاول ان انت تضربه، تحاول ان انت تهينه، تحاول ان انت تعرضه لاي مؤثرات، اي موبقات خارجيه، بتقعد تتكلم عليه بطريقه او باخرى بتوصلك لمرحله زي ما حضرتك بتقول ان انت بتنعكس بالشكل السلبي. انا والله العظيم واحد من الناس ما يفرقش معايا سواء كابتن الخطيب ينجح او المهندس محمود طاهر ينجح، الاثنين بالنسبه لي شخصيتين محترمتين جدا. صحيح. شخصيتين قادرين ان هم يقنعوا اي حد ويملوا عين اي حد. ولكن انا لما ببقى جاي عايز ابقى ملتزم ان انا ساكت، مش عايز ان انا اتكلم، تيجي تبص تتابع ما يدور على الساحه، انت من جواك تحس ان انت مش قادر تسكت. كل الموبقات انت بتعرض، من يدير النادي الاهلي المهندس محمود طاهر بيتعرض لحمله شرسه وممنهجه، وكان الراجل فاضل لهم بس يقولوا ان هو راح يهد الكعبه الصبح. يعني بكره الصبح انا اتوقع ان بكره يقولوا برئيس النادي الاهلي هو ابراها الحبشه وابراها الحبشي وراح يهد الكعبه، ده اللي فاضل يتقال على المهندس محمود طاهر. تيجي تتكلم النهارده لما تيجي كابتن محمود الخطيب، لما اجي اسالك سؤال، ايه رايك في كابتن محمود الخطيب؟ بالنسبه لكابتن محمد فاروق قامه كبيره جدا، واولا يعني بعيد بقى الكوره دي حاجه طبعا كل حاجه نتكلم فيها، اداريا كمان كان موجود مع النادي الاهلي وحصل النادي الاهلي على بطولات كتير وحاجات كتير بسعادنا بيها في الفترات اللي فاتت. طيب لما كابتن محمود الخطيب وهو قيمه وقامه وله من القدر عندنا وفي قلوبنا يطلع كابتن محمود الخطيب ويشيد بالمهندس محمود طاهر ويجيبه في قلب المؤتمر الصحفي بتاعه ويقول ان الراجل ده عمل انجاز من ضمن الرؤساء، هل كابتن محمود الخطيب قابض من المهندس محمود طاهر عشان يطلع يشيد بيه؟ لا طبعا. هل المهندس الكابتن محمود الخطيب مش شايف ان المهندس محمود طاهر منافس ليه في الانتخابات؟ هو مش كان قادر يتجاهل الصوره بتاعته، كان قادر ان هو ما يجيبهوش، وكان قادر، هل لما راحوا اتقابلوا مع بعض في المغرب سلموا على بعض وكان شكلهم كويس مع بعض، ولما اتقابلوا في عزا زوجة المرحومة زوجة الكابتن مصطفى عبده واتقابلوا مع بعض، هل هو لو شايف ان الراجل دوت فيه كل الموبقات ديت هل هو هيتعرض ليه او يقرب منه؟ فاحنا النهاردة امام خطاب اعلامي مشوه يهدف الى هدم كيان النادي الاهلي، وانا بقول كيان النادي الاهلي لان كيان النادي الاهلي هو رئيس النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. تمام. لما اجي النهارده احاول اعمل فتنه واسير فتنه في انتخابات جايه، انتخابات الاثنين نازلين، سواء كابتن محمود الخطيب نجح سواء المهندس محمود طاهر نجح، ما ينفعش ان انت تدخل في الانتخابات تحاول ان انت تقتل واحد او انت تخلص على واحد، ان انت تجيب واحد لمس اكتاف، مصلحه مين؟ هل مصلحتك الشخصيه انت بتشتغل للنادي الاهلي عايز تفيد النادي الاهلي وتخدم النادي الاهلي، ولا عايز تخدم اجندتك اجنده خاصه ليك بحجه ان انت بتحمي رمز او احد رموز الكيان؟ شئنا وابينا كابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر رموز من رموز النادي الاهلي. المهندس محمود طاهر صورته دلوقتي متعلقه ضمن رؤساء النادي الاهلي. مهندس محمود طاهر موجود عضو مجلس اداره في ايام الكابتن صالح سليم، نفس الامر ينطبق على الكابتن محمود الخطيب. فالنهارده اي اهانه بتوجه للمهندس محمود صحيح. طاهر فهي اهانه للنادي الاهلي، اهانه لمجلس اداره النادي الاهلي، اهانه لاعضاء النادي الاهلي، اهانه لجماهير النادي الاهلي. واحنا كمان كاهلاويه ما عندناش الاخلاقيات دي بجد بجد والله. يعني ممكن دايما يعني ممكن في ناس بتستفاد او بتبقى موجوده جوه النادي الاهلي هي اخلاقياتها محترمه، وناس ممكن بره النادي الاهلي برضه بتفضل على الجزئيه دي. احنا اخلاقياتنا مفيش نغلط ابدا في بعض عشان خاطر مناصب او وات ايفر ايه هو اللي ممكن ناخده من النادي الاهلي. احنا هدفنا ان انت تزق العجله بتاعت النادي الاهلي للامام دايما بثمره، ده من وجهه نظري انا الشخصيه. يعني انا بقول لحضرتك انا دلوقتي قدام، يعني انا شايف مشهد مجرم. يعني انا طب بتشوف سببه ايه بس واحنا بنشوف المشاهد دي؟ اما انا بقول قلت لحضرتك هي في مصالح خاصه بعيده عن كلا المرشحين. كل واحد شايف مصلحته بشكل معين، ما حدش بيبص على مصلحه النادي. انت لو بتتكلم على مصلحه النادي الاهلي ما تسيب هو انت هتبقى فاهم اكتر من عضو الجمعيه العموميه؟ هو ده معلش مركز شباب في بلاد الوقت ده النادي الاهلي، عضو النادي الاهلي ده عارف مين، عارف يعني ايه صوته وعارف يعني ايه قيمه صوته. النادي الاهلي ده اعضائه يعني انا اكاد اجزم ان كل يعني 70% او 80% من اعضاء النادي الاهلي موجودين بيمثلوا صفوه المجتمع المصري. النادي الاهلي دوت ولاد بخيره اعضائه بناسه. فالنهارده انت لما يبقى النادي عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ما هواش قادر
يقول ها عضو جمعية العمومية للنادي الأهلي مش قادر يقول مين هو اللي هيمثله يبقى احنا بنهزر. فالنهاردة المفروض أنا بتكلم عن النادي الأهلي واسم النادي الأهلي وحجم وقيمة النادي الأهلي، يبقى أنا أسيب أعضاء جمعية العمومية للنادي الأهلي يجيبوا لي الكابتن الخطيب، يجيبوا لي المهندس محمود طاهر، اللي هيجيبوه هم أدرى وهم أحق بالاختيار دوت، وهم الأقدر مني ومنك ومن أي حد إن هم يقولوا لنا مين اللي يدير النادي الأهلي الأربع سنوات جاية. لكن أنت ممكن النهاردة ممكن أنا كقابل فول أطلع أقول لك من وجهة نظري المهندس محمود طاهر يبقى هو الأحق بالرئاسة، وممكن أكون أنا خاطئ يبقى أنا بوجه غلط، وممكن تكون من وجهة نظري كابتن محمود الخطيب هو اللي يرأس النادي الأهلي، وممكن تكون وجهة نظري خطأ وأبقى بوجه غلط. المفروض أنت كمنبر إعلامي بتجيب كل واحد يطرح الطرح بتاعه، يقول برنامجه، يقول وجهة نظره، يقول رؤيته، يقول مفهومه عن الأربع سنين الجايين ويقدر يعمل إيه في الأربع سنين الجايين دول لأعضاء النادي الأهلي، وتدي له حقه كامل عشان يقدر يفيد الجمعية العمومية. لكن أنت النهاردة أما تقعد تجرح وتهين وتغلط، طب اشمعنى النهاردة كل المباقات دي ما طلعتش إلا في الأسبوع دوت أو في الشهر دوت أو في العشرين يوم دوت؟ أنا يعني أنا لما باجي بتكلم بقول لحد بقول له ساعدني، أنا راجل بحب أغلط وبحب أشتم، ساعدني قول لي ايه اللي عشان اشتم زيكم، انا عايز اشتم، ما انا مش عايز انا اشوفك انت بتشتم وتهاجم مجلس اداره وسايبني، ما تساعدني واديني معلومه هاجم بيها، لكن تيجي تتكلم يقول لك اصل ده عمل طب قول لي حاجه ماديه واحده. فللاسف احنا في انتخابات النادي الاهلي المره دي بنشوف يعني حاجه غريبه. يعني انا غطيت انتخابات النادي الاهلي يعني من 2004 وانا بغطي انتخابات النادي الاهلي لاول مره اشوف اللي بيحصل في انتخابات النادي الاهلي. وبرضو يعني ما تيجي تتكلم عن الناحيه الثانيه يعني انا ضد اي تشويه لقائمه الكابتن الخطيب، سواء رد بقى من ناحيه انصار المهندس محمود طاهر لما بيشوفوا رد من ناحيتها او يبتدي هو يبادر بالهجوم، احنا ضد ده. سيبوا الناس تنتخب وسيبوا الناس تقول حريه رايها. طيب هسالك سؤال استاذ، معلش يعني احنا بنتكلم احنا بنعرض دلوقتي قائمه او الشكل الدعائي للمهندس محمود طاهر، واكيد طبعا دلوقتي مخرجنا هيجيب الشكل الدعائي للكابتن محمود الخطيب، ولكن خليني اكلمك في جزئيه مهمه جدا. انت يمكن كلام كتير عن القناه هنا ان احنا الى حد ما في تحيز، احنا عملنا برنامج اسمه الاهلي ينتخب وده موجود بيجيب تقريبا كل المرشحين عشان اللي حضرتك بتتكلم عليه، ودي حاجه اعتقد مميزه جدا يعني بالنسبه للشكل اللي انت بتتكلم عليه ان انت بتجيب المرشحين كل واحد يقول الجزء الانتخابي بتاعه، دي حاجه مميزه. فبالتالي انت بتعمل عليك كاداره قناه في جزئيه المرشحين، وده اللي انت بتتكلم عليه ان ده المفروض يحصل في كل القنوات اللي هي عايزه تتكلم على انتخابات النادي الاهلي، مظبوط ولا غلطان؟ طبعا كل واحد من حقه يجي يعرض وجهه نظره من حقه. وانت حتى انا لما باجي اكتب موضوع انا باجي اكلم كابتن محمد فاروق تقول رايك، لو امتنعت عن تقول رايك بعلن للناس ان انا كلمت الكابتن محمد فاروق وهو وفقا لرؤيته مش عايز يطلع معايا، هو حر وبكتب خبري. فانت بتعرض على الطرفين ان هو يجوا يبتدوا يتكلموا ويناقشوا وكل واحد يقول برنامجه ويقدمه للناس، واللي عنده تحفظ معين ان هو ما يظهرش على شاشه القناه هو حر. ولكن برضه انا عايز اتكلم على سياسه اي قناه اي نادي، هي سياسه قناه اي نادي بتعبر عن سياسه مجلس ادارته، مش نضحك على بعض. النهارده اي مجلس اداره، النهارده انا لو عندي شركه تلج وعملت لها قناه، ما هو السياسه بتاعت القناه هتعبر عن مجلس الاداره اللي بيدير الشركه. لكن انت هتيجي تقول لي لا اصل دي طب ما هو طبيعي جدا مجلس هيقول لك انت مش وقت الانتخابات، ما هو لازم تبقى محايد. طيب ما احنا انت ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انت الناحيه الثانيه اللي المفروض لما بيجي بيهاجم بشكل بيقول لك اصل الجزء لا، وانت مش المفروض هتهاجم، انت برضو مش المفروض هتهاجم ولادك. هو على فكره انت بس متابع، انت تدافع، انت متابع على قناه الاهلي. ايوه انت تدافع عن رئيس نادي. من وجهه نظرك، من وجهه نظرك هل في برامج ممكن بتهاجم اي عضو بيرشح نفسه او اي؟ لا انا 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 انا, أنا لو رئيس قناه النادي الاهلي انا هقاتل على محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، هدافع عنه بضراوه، واي حد هيغلط فيه بره هذبحه هنا. هو انا ههزر؟ انا لو رئيس رئيس قناه النادي الاهلي اهو بقولها لك عشان بس الناس معنى الحياديه ومعنى المفهوم ايه ده رئيس النادي الاهلي. انا لو رئيس قناه النادي الاهلي
وحد جاب سيره رئيس النادي الاهلي بره هتبحه هنا. مزبوط. تيجي تقول لي انت بتغلط ليه؟ ده انت بتدافع عنه ليه؟ امال مين هيدافع عنه؟ دي قناه النادي الاهلي. صحيح. وده رئيس النادي الاهلي. صحيح. طب يقولوا لفرقه الكره ما تلعبش باسم النادي الاهلي، ما هو رئيس النادي الاهلي محمود طاهر. يقولوا لفرقه اليد ما تلعبش، يقولوا لكل الناس تمشي، يقفلوا النادي الاهلي ويبيعوا خرده. مفيش الكلام دوت. قناه النادي الاهلي بتعبر عن سياسه مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيديرها دلوقتي. فرقه الكوره بتلعب باسم النادي الاهلي اللي بيديره رئيس النادي الاهلي دلوقتي. اي حد هيك تيجي تتكلم لا انت مش تقطعه لساننا، احنا نطلع ندافع، ملناش اجندات ولا لينا حد بيقول لنا مثلا ايه ده ما حدش كسر عينينا. هنشوف اي حد حد بيهاجمه هطلع ارد واحط صباعي في عين التخين، ولا اخاف بقى يقول لك ده شارب شاي بالياسمين ولا واكل سمك بالكمون ولا الكلام الفاضي ده، انا مش بتاع الكلام ده. بس انا برضو مش واحد لا مؤاخذه مستخبي عشان اشوف واحد عمالين تذبحوا فيه واقعد ساكت خاف منك، خاف منك ليه انت وهو؟ ما ينفعش الكلام ده. رئيس النادي الاهلي شرف للنادي الاهلي. صحيح. ده محمود طاهر بغض النظر عن اي حاجه. جميل. وانا قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم انا على خلاف مع محمود طاهر بقالي 6 شهور يعني شبه ما بكلموش. بس انت لما تيجي تتكلم واحنا بنتكلم على واحد معلش يعني مشبوه، تتكلم على رئيس النادي الاهلي، تيجي تهاجم رئيس النادي الاهلي وتستكتر الناس تطلع تدافع عنه؟ لا هو جزئية كمان يعني انت اهلاوي فبالتالي رئيس النادي الاهلي فعلا هو بيمثلك بشكل كبير. ما هو عمل ايه؟ انا عايز اعرف عمل ايه؟ اطلعوا قولوا لنا عمل ايه؟ يعني حد شافه بيعاكس واحده في الشارع؟ ما انا عايز اعرف هو عمل ايه عشان احنا نهاجم معاهم، وانا برضو بحب الاباحه. يطلعوا يقولوا لي ما حدش ايه لسانه اطول من لساني، يطلع يقول للراجل ده عمل كذا عشان اعمل زيك. لكن انا كل شويه الحق، كل يوم الحق 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 الحق، مفيش حاجه عملها حلوه خالص. يعني الراجل ده قايم على الشر كل يوم، كل يوم بيعمل شر، محراب شر، كل يوم شر، بينتج شر، مفيش حاجه بيعملها الا الشر. ايه في ايه؟ لا طبعا. وبعدين تستكتر الناس ترد، طب اقفل بقك، ما تستعديش الناس، ما تطلع يا اخي ده في الفيلم بتاع جواز عتريس من فؤاد باطل، الناس طلعت ليه؟ من الظلم، الظلم يعني بيخليك تطلع. تفضلش تظلم 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 تظلم، ايه ده؟ محدش بيتعرض لك بحاجه، ما تعرضش رئيس النادي الاهلي. اتكلم كويس على رئيس النادي الاهلي. ومشيه. تيجي بعد 4 انتخابات جايه لو مش جدير يمشي ويجي الكابتن محمود الخطيب يبقى رئيس النادي الاهلي، اللي هيقول كلمه عليه هنطلع ونرد عليه. طب انت بتشوف ان انت بتحاول تطلع اوحش حاجه، انت يمكن ما يكونش في حاجه وحشه، لكن انت بتحاول تعمل حاجات فيك او مش موجوده اصلا في الواقع عشان تطلع الشخص او الشخص اللي ده. انا مش عايز اتكلم بقى على ايه نواف محمود طاهر، لكن خليني اقول ايه، انا بالف قصص وبالف حاجات وان مفيش انجازات لوضع معين سواء هنا بقى او هنا، يعني سواء هنا او هنا عشان اوحش صوره الشخص ده. طب ماشي، هو ده مش اعلام. ما انا بقول لما اجي اشوف يا استاذ ايهاب صوره لن ننساكم، اليافطه اللي محطوطه على النادي الاهلي الباب المعلمين انها موجوده واتشالت واتحطت اليافطات الدعائيه للمهندس محمود طاهر، وهو اصلا ما حصلش كده. انت بتيجي بتعمل تركيب عشان ايه؟ انتوا بتعملوا ليه كده؟ الاهلاويه بيعملوا ليه كده؟ اللي ممكن يكون اهلاوي عنده ذره اهل اهلاوي يعمل ليه كده؟ انت فاهمني؟ ما ده برضو جزء من انا بشوف ان يا جماعه مش احنا مش كده. في مهندس محمود طاهر كرئيس نادي مرشح نفسه وعنده برنامج، كابتن محمود الخطيب عنده برنامج، نمشي بشكل مميز، نقول الحاجه الحلوه لينا احنا الاثنين، وننزل وقت الانتخابات اللي موافق في المهندس محمود طاهر ومدي عايز يديله صوته ينزل بمنتهى الهدوء. ايضا كابتن محمود الخطيب اللي واثق من قدراته وعايز يديله صوته يديله بمنتهى الهدوء. ليه بقى التشهير فيه لا شيء؟ مفيش اصلا اي حاجه، هي دي الواحد بس بيتضايق منها، لان الواحد اهلاوي قوي بيبقى زعلان على الرمز اللي انت بتتكلم عليه سواء هنا او هنا يا استاذ ايهاب. ما انا بقول لك انا النهارده انت قدام جريمه اعلاميه مكتمله الارقام. انت بترمي بالك على واحد فبتدور له على اي مصيبه. ده عمل، ده شال الصوره، ده حط، ما حدش يقول لك اصل ايه حاططها جت سنه، ما في. طب يا عم كلمه وقول له اعدلها، خد بعضك وروح اعدلها، انت صورتها، خش على مدير عام النادي قول له بعد اذنك نزل اليافطه. ما اعتقدش حد اصلا في النادي الاهلي هيجي على صوره الشهداء ويقول لك لا مش هعملها. يعني حتى انت لو عندك حسن النيه ارفع سماعه التليفون على مدير عام النادي قول له والله الصوره دي محطوطه بشكل مش كويس ونزلوها بس سنه، لكن انت خدت اللقطه من زاويه معينه تبان وكانك نزلت صوره الشهداء ال 72 رحمهم الله وحطيت صوره
المهندس محمود طاهر او مجلس الاداره. فانت بتشوه واقع عشان تخلق افتراضيه تشتغل عليها. طب ده لمصلحه مين؟ طب هل النهارده لما يجي مثلا الكابتن محمود الخطيب ينجح، هل انتوا هتقبلوا او احنا هنقبل ان حد يعمل معاه كده؟ طيب هل لو المهندس محمود طاهر نجح هتسكتوا ولا هتكملوا في نفس السياسه؟ احنا عايزين نفهم. ما هو النهارده انا بحدد لنفسي هدف. النهارده انت داخل على انتخابات ديمقراطيه ولا انتخابات فول وطعميه؟ ديمقراطيه. ديمقراطيه صح. طب الديمقراطيه بتقول ان اللي الصندوق هيقول له اه احنا معاه، وده احنا اتعلمنا كده ونادينا بكده طبعا، وبتقوم ثورات في الدنيا كلها على الديمقراطيه والحريه الراي والتعبير. طب قدر الراجل اللي انتوا عمالين تالفوا له وتطلعوا عليه وتفتروا عليه وتكروا عليه الدنيا كلها، قدر هو نجح. طب هتتعاملوا معاه ازاي؟ يعني هتتعاملوا معاه ازاي؟ هل هتكملوا ولا هيبقى حلو ساعتها ولا هتدمروا النادي الاهلي بقى؟ ما انت مش هتقبل ان راجل يبقى قاعد مش على هواك وانت عملت لالي بقالك فتره، هتيجي تعمل ايه؟ تخرب النادي الاهلي وتكمل خراب في النادي الاهلي؟ طب هل هو لو راجل ايا من المرشحين، ماشي ايا من المرشحين، هل لو واحد فيهم ما يستحقش يبقى رئيس النادي الاهلي في الاثنين، هل الجمعيه العموميه للنادي الاهلي مش قادره ان هي تحدد مصيرها وتقرر مصيرها؟ صحيح. هم خرص عمي طرش لما كانوش خرص مع كابتن صالح. لو دي ناس محترمه. صحيح. دي ناس محترمه. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي جمعيه عموميه محترمه طبعا، تقدر وتملك الراي وتملك القدره اللي تعبر وتقرر مصيرها. يعني مش احنا مش جايبين ناس متكتفه عينيها، مش جايبين عبيد نقول لهم سيدك فلان. هو يقدر يختار مين اللي يقود، هو يقدر يرشح مين. هل انا النهارده لو انا ما اتكلمتش على الموضوع ده خالص، هل عضو الجمعيه للنادي العضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي مش قادر يقرر مصيره؟ هل انا بسأله بالمعلقه بقول له ده حلو؟ ما هو ما انت ده كلام مش منطقي. سيب الجمعيه العموميه تقول، تجيب الكابتن الخطيب رئيس للنادي الاهلي على راسنا من فوق، تجيب المهندس محمود طاهر رئيس للنادي الاهلي على راسنا من فوق، الاثنين هيقدروا يخدموا النادي الاهلي والاثنين هيقدروا يلبوا احتياجات وطلبات الاعضاء وفقا لرؤيه الاعضاء. يعني لو العضو شايف ان الكابتن الخطيب تعظيم سلام، لو العضو شايف المهندس محمود طه تعظيم سلام. النهارده انا بقى اللي انا بعمله ده اسمه جريمه اعلاميه. ان انا اطلع اجي مثلا اقول ايه، الراجل قاعد في الندوه المهندس محمود طاهر الاستشهاد 305 واحد دول، يعني الكافر يحس باللي حصل. ما تيجي النهارده انت تقول اصل هو ما اصل، يعني انا مثلا يا اخي ده لو انا في شارعنا وعامل فرح بنتي وفي واحد مات وما عرفوش، هقفل الفرح. هقفل الفرح النهارده. الناس قالوا له فجاه الفجاه وقف وديها احداد وخلاص واجل بكره. ما نقعدش بقى نقول ايه ده، ما نستخدمش الموضوع الانساني. هل بعض الاعلاميين بيشوفوا ان التشكيك في اخلاقيات ناس معينه وهم اصلا بعيد عن الموضوع ده اصلا؟ يعني اما تعمل حاجه زي كده اعتقد ان مش اخلاقيات اي حد ممكن يكون يا بيه. ده ربنا بيقول لك، يعني ربنا بيستر على العبد. يعني انا غلطت استر عليا يا اخي. يعني لو انا غلطت تكلمني في تليفون وقول لي انت غلطت، ده انت المفروض كان، يعني انا اتجرسني وانا مش انا المفروض رئيس النادي الاهلي، او انا المفروض عضو في النادي الاهلي، او انا المفروض عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا اخي اعتبرني غلطت، اتصل عليا وقول لي انت غلطت وكان المفروض ما تعملش كده. دي احداد اللي انت كنت بتتكلم عليها يا استاذ زهير. الناس وقفت دي احداد واتكلمت. لا وانا هقول لك على حاجه، كابتن محمود الخطيب تفضل ولغى ندوته مشكورا، وراجل محترم وابن من ابناء النادي الاهلي، وكان المهندس محمود طاهر وقف دي احداد مشكورا وابن ورئيس النادي الاهلي. طب منظر النادي الاهلي ايه كده؟ النادي الاهلي عمل ما يعمل. اتنين مرشحين واحد فيهم وقف دي احداد بالناس وهم بيهم الدي احداد وخلص ندوته في الصمت الموجود، بعد كده طلع مش المفروض مثلا لو واحد اتكلم ولا بتاعه هيضربه. والمرشح الاخر اللي هو كابتن محمود الخطيب يعني اللي على دماغنا من فوق لغى ندوته. فكده مشهد النادي الاهلي المفروض احنا نخرجه ازاي؟ نقول فعلا والله النادي الاهلي هيظل نادي الوطنيه، اتنين في عز صراعهم الانتخابي قدموا لنا طابلوه جميل ولوحه جميله، كابتن محمود الخطيب لغى ندوته الانتخابيه والمهندس محمود طاهر وقف دي احداث. طب ما اتحاد الكوره كان عنده في الماتش ده، عنده في اليوم ده ماتشات، نوقف البلد ونسكها؟ طب ما انت عندك مدارس بكره تمنع عيالك تروح، والمدرس اللي عنده كذا، والاوبرا اللي شغاله، وده اللي شغال. طب ما المسلسلات شغاله في كل البرامج،
مش المسلسلات شغاله، احنا عاملين حداد. احنا لو ما توقف الحياه انت كده بتقول للعالم ان احنا عطلنا، ان بلدنا عطلت. انت بتعمل الرمزيه ولكن انت بتعطلش حياتك. فحته ان احنا نزايد ونقول اصل عارف تصدق وتامن بايه؟ لا اله الا الله. اقسم بالله لو لغى الندوه هقول لك ده لغاها وحش، ده المفروض كان يلغيها كده. هو التصور اللي انت بتتكلم فيه هو عين العقل، واحنا بنتكلم على موقف زي كده صراحه زي النادي الاهلي. اه بالظبط، يعني هو ده التصور عين العقل، وهو ده اللي احنا محتاجينه في جزئيه الاعلام. وده بيخليني بس اروح لحته ان اكيد واحنا بنتكلم كده اكيد الامور دي مدفوعه الاجر ان انا ابتدي اشوه في هذه الجزئيه. والله بص انا هقول لك على حاجه، هي قصه ان انت ايه يعني عارف، انا يعني اجمل حاجه ان هو يبقى قابض، يا ده بقى انا بجامله مصلحته بدور عليها واعمل اللي انت عايزه. لكن انت بقى لو بتعملها تطوعا تبقى غبي. يعني ايه اجمل حاجه فيها انك تبقى قابض، ان انت بتشوه واحد انت واخد لك قرشين وبتاع وارتضيت ان انت تبقى كده. لكن لو بتعملها من غير ما انت تبقى قابض ده انت تبقى احمق ومغفل، لان اللي بيحصل ما ينفعش. ما هو هل يعني انت هتشوف هو تشويه للنادي الاهلي في طبعا اساءه للنادي طبعا النادي الاهلي يا جماعه، النادي الاهلي ان النهارده النادي الاهلي دوت يعني اتعلمنا كده ان النادي الاهلي يعني او قرينا كده جوه النادي جوه جدران النادي الاهلي، الاهلي فوق الجميع. سيرحل كل دول وسيبقى اسم النادي الاهلي. فالنهارده انا قلت لك اهو مشهد، انا بقى لو انا كاعلامي لما جيت تناولت الموضوع في جورنالي قلت اتشح النادي الاهلي بالسواد، مهندس محمود طاهر عمل ايه؟ كابتن الخطيب عمل ايه؟ ده واقف دقيقه احداد بناسه وده لغى الندوه خالص عنده من الوقت ومتسع. طب لو كان لو عكسنا الايه وكان الكابتن الخطيب وقف دقيقه احداد وكان المهندس طاهر لغى الندوه، كان التصرف هيبقى ازاي؟ كانوا هيقولوا ايه؟ شفت وقف دقيقه احداد وفعلا وناس وقرينا الفاتحه وعملنا وسوينا، وشوف التاني مش ازاي ما هنش عليه يقرا الفاتحه، انت يا اخي مش مسلم، انت يا اخي مش مؤمن، انت يا اخي ايه؟ تقلا يعني ايه بتلغيها؟ انت عايز تعطل البلد؟ عايز تقول للارهابيين ان مصر عطلت؟ عايز تقول ان الدنيا ان مصر واقفه؟ هتتقال كده. بص انا لو عايز اشوهك اشوهك والله، لو انت ايه لو داخل عليا ما فيكش غلطه، يعني داخل عليا ما فيكش غلطه هشوهك. لا انت النهارده بتتكلم باسم النادي الاهلي وحط النادي الاهلي، ابعد اي حساب او اي قصه او اي صوره قدام عينيك، ركز في النادي الاهلي، طلع من النادي الاهلي احلى ما فيه. يعني ما فيش ما هو فيه هو في بني ادم كامل؟ هو احنا بننتخب اتنين انبياء؟ بننتخب اتنين محترمين هينزلوا اشخاص طبيعيين على رئاسه النادي الاهلي حقيقي. مش هننتخب نبي ولا رسول حقيقي. ولا بنزكي نبي ولا رسول. فالتصرف بتاع ده يحسب له، التصرف بتاع ده يحسب له، والاثنين يحسبوا للنادي الاهلي. وهو ده انا بقى كان فكره الفقره ان احنا الخطاب الاعلامي بدل ما هو بيفرق وبيوقع ويعمل ضغينه وبيعمل انشقاق في الكيان ده من خلال الانتخابات، لا احنا بكلمه بسيطه ومناقشتها بالشكل اللي انت بتتكلم عليه ده بالعكس ده هيخلي الامور بترفع من شان النادي الاهلي ككل ومن شان اعضائه ومن شان جمعياته العموميه بالشكل ده. لكن فعلا هو ده اللي كان فكرتي في هذه الجزئيه يا استاذ ايهاب. طبعا يا كابتن انت عندك حق في اللي انت بتقوله. انا يعني انا اقول لك على حاجه، انت ممكن كمان لو انت كابتن محمد فاروق غيور على النادي الاهلي وعايز تدخل نفسك في الموضوع، ما انت ابن من ابناء النادي الاهلي، هتتكلم تقول يا جماعه انزلوا انزلوا، هتحشد الاعضاء، انزلوا صوتوا وخلوا يوم جميل. لكن مش هتقعد تقول له اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك. احنا مش بندق الهون، احنا مش في اسبوع بلدي، ده احنا في انتخابات النادي الاهلي. هو طور ولا اسبوع؟ طب يعني البرامج دي او مدى تاثيرها على عضو جمعيه عموميه يا استاذ سلبي، بينعكس بالسلب. انت بتعمل حاله تعاطف مع الجنب اللي انت بتشرده. ما انت بتشرد لي واحد قاعد نايم معاه في البيت، انت ما بتشردش واحد مسافر بره مصر. انت في واحد انت عمال تقول لي ده كذا وخد بالك ده كذا والدواء وفيه سم قاتل وفلان 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 وفلان، انت بتخلي الناس تتعاطف معاه، انت بتقول للناس يا جماعه تعاطفوا مع الراجل ده. طبعا سلبي، سلبي للي انت بتأيده سواء الناحيه دي او الناحيه دي. يعني انا بقول لك انا والله العظيم ببقى قاعد قدام الشاشه كده، يعني انا لو دورت لي على البوستات بتاعتي على الفيس اتنين تلاته كده وببقى اللي هو بميزان الذهب، يعني ما بكتبش كلمه مختاره، مش قادر، عايز اولع في اي حد، مش قادر اسكت. ده انا ساكت على 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 حق، يعني ده حق انا شايفه، انا ما شفتش الراجل ده معلش يعني. هو بيقول لك بيشرف شاي، انا ما شفتوش بيشرف شاي بياسمين، انا ما شفتوش بيعمل كده بصراحه. قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم على الهوا ده
ما شفتك يا محمود يا طاهر بتشرب شاي بياسمين ولا بتدفع رشوه عشان بس نقعد نقفل القصه ديت. فما نجيش بقى نبلي الراجل ببلوه، ولو يا محمود يا طاهر بتدفع رشوه وبتشرب شاي بالياسمين ما كانش ده بقى حالك. هنقعد بقى نتكلم بالمفتشي، لو انت يا محمود يا طاهر بتدفع رشوه للناس ما كانش اتعمل فيك كده. مش هنقعد بقى فأي حد تيجي تتكلم يخش يقول لك انت اتغيرت، غيرت منكم. انا ساكت، انتوا بتطلعوا بتنطقوا الحجر، والله بينطقوا الحجر. انت شايف ظلم وافتراء. هو رؤيه الظلم دي فعلا بتبقى اقصى شيء ممكن البني ادم يتحمله. هي دي النقطه، ان انت بتشوف حد بيشتغل، حد بيتعامل بقلب عشان يعني يبني النادي الاهلي ويشتغل عليه بشكل كويس، وتلاقي الجانب الاخر او اي من كان يكون بيتكلم في جزئيه الاعلام ان لا مفيش حاجه بتتعمل، لا الشخص ده غلط، ما عملش كويس. عشان كده احنا بنقول واحنا بنتكلم دائما ان احنا السنه دي حصل فيه بطولات. الناس بتزعل قوي ان احنا بنقول فيه بطولات. ده خد، بص خد مش 3 من 10 ولا 1 من 10، ده بيدوروا له على سالب من 10. يعني انت مثلا المفروض بتقيم حد بتقيمه بالعدل، بتقول مثلا ده عمل كذا واخطا في كذا، ما فيش، بيدوروا له انت سالب من 10. صحيح، انت سالب من 10. فلا النهارده انت بتستعدوا الناس، تستعدي الناس. انت عامل يعني انت عامل كده ان انت بتحب جبهه ضد جبهه، لا ده انت بتستعدي الناس. النهارده انا بقول لك يعني معلش، يعني ما انا لو انا بقى يعني عايز ازيط هزيط الناحيه الثانيه. يعني انا خليني في الناحيه الثانيه وازيط واعرف ازيط والناس تسقف لي وتهيص لي، بس هبقى ظالم، ربنا هيحاسبني لان انا ابقى راجل ظالم. وعايز واحد من الناس اللي بتفتري يطلع يقول لنا بس على حاجه واحده ملموسه الراجل ده افترى فيها. اللي بيقول لك ده شرب وعمل يطلع يقول لنا دفع ايه لمين وفين. الصوره بس اللي انا فعلا ضايقتني، الصوره قدر طلعت لفوق، انت فاهم؟ اتحطت اكنها هي في مكان لن ننساه قوم للشهداء. لا هو ما خدهاش من تحت كمان يا شباب، لا ده حطها على ال شوف انا اليافطه نفسها، ودي حاجه ممكن انا لو انا شخص طبيعي وكنت الناس اتاثروا بالشكل بالشهداء دول، لا اتضايق واتنرفز وممكن تبقى في مشكله. وعلى فكره كان ممكن الشباب دول اللي هم اخواتهم واصحابهم يروحوا النادي يبهدلوا الدنيا. انا هقول لك على موقف، ده حاجه ده بتصير الفتنه. طيب بشكل كبير. انا هقول لك زي كده، هقول لك على حاجه، اللي عمل الصوره ديت ماشي او اللي خدها بالزاويه ديت او بالشكل دوت، لو عملها واحنا هنفترض حسن النيه، لو عملها مش قاصد ونزلها مش قاصد، المفروض لما يعرف ان هو غلط يعمل ايه؟ يصوب، يجيب الاصل ويصوب. طب انا هقول لك على حاجه، مين قلبه موجوع اكتر، اللي عمل الصوره ولا ام واحد استشهد؟ مين؟ ام اللي استشهد. صحيح. لما تطلع والده المرحوم الشهيد انس محي الدين رحمه الله عليه وتنزل على صفحتها الشخصيه الصوره الاولانيه وتكتب شكرا يا طاهر، ابنها موجوع على ابنها، صح؟ تيجي بعد كده لما تجيلها الصوره الاصليه تقوم منزلاها على صفحتها تقول يا جماعه ده حصل سوء تفاهم، الصوره اهي. خدت بالك؟ يعني اللي ابنها توفاه الله انت نكدت عليها فنزلت الصوره. لما جت لها الصوره الصح ما كبرتش وقالت يا جماعه الصوره الصح اهي على صفحتها وممكن تخش على صفحتها وتشوف. المفروض بقى المجرم اللي فابرك الصوره ديت، انا بقول بقى مجرم لان قواعد الاعلام بتقول انت المفروض ما بتلعبش في صوره يعني انت بتاخد الكادر زي ما هو وتنزله لي. فالمجرم اللي ارتكب جريمه حمقاء زي كده، طالما ارتكبت الجريمه ديت وجموع الناس مشيت وراك، المفروض واتكشفت جريمتك انت تطلع راجل جنتلمان وتتراجع وتقول يا جماعه انا اخطات وبعتذر، او تقول ان انا مغفل وجات لي الصوره وما كنتش شفتها. لكن انت تتمادى في غيك وتسيب الصوره والناس تخش تشتم ومنك لله يا طاهر وانت في ايه يا جماعه؟ انت ممكن كان انت عارف كان ممكن يحصل ايه؟ طبعا انت بتتكلم في دم، انت بتتكلم في رمزيه 72 شهيد موجودين وواحد جاي يشيلهم بقدره قادر. انت بتتكلمش كده، انت بتستعدي ناس تنزل يوم الانتخابات تعمل ايه؟ يعني انت مش عايز توصل، انت بتوصل فكره مجنونه. من عشان كده اقول لك اللي عمل صوره بالشكل ده واقحم المشهد ده مجرم. فانت قدام مشهد عبثي مكتمل الاركان. عشان كده بقول لك انا اللي حد فيهم عنده جريمه على محمود طاهر يطلع يقول لنا محمود طاهر عمل كذا، وانا موافق والله العظيم، والله العظيم اول واحد هاجمه، اول واحد، وعلى صفحتي اكتب وفي جورنال اكتب، بس يقولوا حاجه. لكن مش كلام فضفاضي وعمل وسوى، ويعني ينفع ايه اللي ينفع؟ ايه اللي ينفع؟
وعمال اجيب ناس كل شويه تشتم كل شويه تشتم كل شويه اللي بيشتم ده ما بيسكتش ما بيبطلش. تيجي انت تقول لك انت بتدافع عنه، انت بتدافع عنه عشان انت، وانا ماشي في الشارع لو لقيتك بتزق واحد ممكن اسكت، لكن لو لقيتك شديت هدومه ممكن اقول لك معلش، لو لقيتك كل شويه عمال تضرب فيه ما انا هتجنن عليك، ما انا مش هسكت. هو في حاجه بتضحكني والله يا استاذ ايهاب، يعني اما ناخد بطوله الدوري سنتين ورا بعض وناخد كاس عندنا منه كتير. لا كله عندنا منه كتير. اللفظ يقول لك ينفع ناخد بس هم دول بس يعني برضو عندك كتير. دي بقى اللي بتضايق. وما تيجي تقول له انت سنه كذا وسنه كذا النادي الاهلي عدى عليه فتره كذا، وان الراجل ده يقول لك لا ده الراجل ده لا، هو انت جايب واحد المفروض ان هو ما يبقاش ليه حد يدافع عنه، لان اللي هيدافع عنه يبقى قابض ويبقى شارب شاي بالياسمين. يعني طبعا دي الكلمه اللي بتتقال، وانا اقسمت على الهوا ان الراجل ده لو بيعمل كده ما كانش ده بقى حاله ماشي، وكانت ناس هتطنطن له وكتير كتير جدا ماشي. لكن انت تيجي تتكلم مثلا عمل اعلان عمل بتاع يقول لك ما عامل اعلانات، طب ما يعمل اعلانات والتاني يعمل اعلانات، والنادي الاهلي كرسي النادي ده النادي الاهلي كرسيه، انا لو معاه مليار جنيه واقدر ان انا اشتري اعلانات عشان ابقى رئيس النادي الاهلي هصرفهم كلهم عشان ابقى رئيس النادي الاهلي، ده كرسي النادي الاهلي. فيعمل ده يعمل اعلانات وده يعمل اعلانات، لان النادي الاهلي كرسي يساوي يساوي طبعا. اللي يقول لك العمل التطوعي لا مش عمل، طب مين قال ان عمل تطوعي ايه؟ النهارده انت لما بيتقال عليك رئيس النادي الاهلي ده معنويا واسمك وقيمتك وقامتك وما تساويهاش كنوز الدنيا. النهارده انت بتاخد مجد وبتاخد شهره وبتاخد صيت وبتاخد تواجد يساوي. هو مش كل حاجه ان انت لازم تاخد مقابل مادي. في فكره عند الناس تقول لك ان رئيس النادي الاهلي ده والاعضاء بياخدوا فلوس يعني. لا لا عشان بس الناس برضو انا قابلت ناس زي كده. ما هو هي بص انا لما انا كنت نائب رئيس رابطه النقاد الرياضيين وعضو مكتب تنفيذي رابطه النقاد الرياضيين، الناس كانت بتعتقد ان انت بتاخد راتب او ان دي كانها وظيفه. فبنوضح لا نقول ده عمل بدون مقابل، لكن هو مش عمل. يعني انا لما كنت نائب رئيس رابطه النقاد الرياضيين ده مش عمل تطوعي، ده انا واخد المجد والشهره وقعدتي دي بسبب ان انا قعدت نائب رئيس رابطه النقاد الرياضيين. استفدت طبعا، استفدت ان انا اتصيدت، استفدت ادبيا. هو ده اي حاجه ليها شقين، يقول لك المكسب المادي والمكسب المعنوي. ولما تيجي بترفع قضيه بتتعوض ماديا ومعنى على حقك المادي وحقك المعنوي. فالنهارده انت معنويا بتدفع عشان تاخد معنويا، كابتن الخطيب بيدفع عشان ياخد معنويا، وكابتن طاهر والمهندس طاهر يدفع عشان ياخد معنويا. ما هو كرسي النادي الاهلي عنوان للدوله طبعا. نادي الاهلي، فاللي مش حاسس بقيمه كرسي النادي الاهلي ما يقعد. فلا ما تيجي بقى تقول لي لا ده بيدفع ليه، اكيد هياخد ايه. يعني انا هدفع مليار جنيه عشان اخد ايه منه؟ ما هو انت سهل النهارده نطلع اشتم في اي حد على فكره، والله العظيم اطلع اقول لك واشوه لك اي حد، بس قدام ربنا بقى ايه؟ صحيح. يعني انا يعني انا نام ازاي وانا مستريح؟ هاخد ايه منك؟ هتديني ايه؟ انت مش احسن مني. يعني اللي هيديني ده مش احسن مني. لا انا احسن من اي حد. يعني اللي يجي يقول لي خد وبسك على التاني، لا ده انا قدك 100 مره. صحيح. يعني انا قدك 100 مره، محدش يشتريني. احنا نتمنى ان النادي الاهلي، وانت بتتكلم كده يا استاذ ايهاب، واحنا بنتكلم عنوان للدوله هو النادي الاهلي، ان الانتخابات كانت تسير او تسير ان شاء الله بنفس الشكل، ان هي عنوان لدولتنا دوله مصر. بص احنا بلدنا بلد كبيره، بلد عظيمه، واحنا عايزين تجربه الديمقراطيه تسود فيها. بناشد اعضاء جماعة العموميه النادي الاهلي انزلوا يوم الانتخابات يوم 30 انتخبوا اللي انتوا عايزينه، الاثنين قدامكم والاثنين شفتوهم والاثنين فارس لفارس قدام بعض، جربتوا كابتن الخطيب 12 سنه وجربتوا المهندس محمود طاهر 4 سنين قبل كده او سنتين قبل كده او 4 سنين، يعني الاثنين مش محتاجين نحكي لك عنهم، انت شفت ده وشفت ده. انزل وقول كلمتك واختار اللي انت شايفه، لان احنا انا ما ينفعش اقول لك اختار لمين، لان انا لما اقول لك اختار مين ممكن انا ابقى غلط. انت اختار اللي انت شايفه، انت اقدر واحد تقرر مصيرك. وفي النهايه اللي هتجيبوه هيعبر عن النادي الاهلي. نتمنى ان اي ان اللي موجود يحترمه، سواء اللي مع المعسكر ده او اللي مع المعسكر ده، لان في النهايه اللي هيقعد على كرسي النادي الاهلي هيقود سفينه النادي الاهلي 4 سنين عشان يخدم النادي الاهلي مش عشان يخدم نفسه. فالنهارده حته ان انا اشوه ده او اشوه ده دي مرفوضه ومش مقبوله. واي حد يعملها انا عن نفسي انا مش هسكت، هرد على اي حد. ليه؟ ربنا قال كده، سكت عن الحق شيطان اخرس. انا مش هشوفك عمال تعذب في واحد تك 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 يمين وشمال، وايه في ايه يا عم؟
ما تسكت سيبنا بقى يا اخي عشان نقدر حتى يعني انا ما ابقى ساكت حتى انت تديني حته ابقى نايم وساكت متخدر لكن انت عمال كل شويه ما اجي اعمل نفسي مش شايف عمال تديني واحده تدي يا عم في ايه اصل ده عمل مش عارف ايه ده هد الهرم ده جف في النيل ده قتل مش عارف مين ده كان خط الصعيد ده كان عمل ايه يا عم في ايه ده كل ده عمله كل ده عمله في 3 ايام يعني احنا صحينا فجاه من النوم لقينا الراجل يعني عمل كل يعني كل المبقات اتعملت في 3 ايام ادينا فرصه تبدا يعني اديني فرصه اخدر ضميري لا غريب ان انت ممكن تلاقي النهارده بيتكلم بشكل كويس ثم تك مره واحده وهو بيتكلم بشكل كويس الموضوع يتقلب طب فين ده فين واللي انت كنت بتتكلم عليه من 5 دقايق يعني استراتيجيه ان انا اضرب والاقي مش حلو طبعا مش حلوه يا كابتن هي قصه هي بص هي يعني المشكله في اخر ايام دي بتبقى انت مش عايز تضرب وتلاقيها وخلاص انت عايز تضرب لان انت تحس في اللحظه اللي تلاقي فيها ممكن التاني ينفد منك في حاجه او يعدي بصوتين فانت هتضرب تفضل تضرب اما انت بتضرب انت بتخلي الناس الساكته ما تسكتش مش هتفضل ساكت على الظلم ده ظلم والله صحيح والله يا عم ما ينجحش صحيح. بس ما تشوهوش طيب المشهد يوم الانتخابات ان شاء الله بالنسبه بتشوفه ازاي بالنسبه للجمعيه العموميه وحضورها والله انا شايف الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اعظم يعني من اعظم الجمعيات العموميه في مصر جمعيه عموميه محترمه تشرف قادره ان هي تنزل بشكل كبير جدا تتحشد بشكل كويس جدا جوه النادي الاهلي يوم الخميس باذن الله قادره ان هي تقرر مصيرها قدامها اثنين يا بخت النادي الاهلي بيهم انا طول عمري بقول يا بخت النادي الاهلي كابتن الخطيب ويا بخت النادي الاهلي بالمهندس محمود طاهر قدامها اثنين من اعظم الشخصيات اللي جم في تاريخ النادي الاهلي هيختاروا اللي يحقق لناديهم بالمناسبه النادي الاهلي بالنسبه لاعضائه مش يقول لك ده الشمسيه والكرسي هو مش مصيف النادي الاهلي بالنسبه لاعضائه انشطه رياضيه فريق كوره خدمات بتتقدم كل حاجه جوه ارض الواقع عضو النادي الاهلي ما بينفصلش عن جمهور الكوره عضو النادي الاهلي ما بينفصلش عن النشاط الرياضي عضو النادي الاهلي هو عاشق للنادي الاهلي وبنشوفهم حتى في الماتشات بيبقوا بيتخانقوا عشان يبقوا موجودين في الماتشات وبيبقوا حريصين يبقوا اول ناس قاعدين في المدرجات وانتوا يا كابتن ما كنتوا بتتدربوا والجيل دوت بتشوف اعضاء النادي الاهلي قاعدين حواليكم في المدينه فعضو النادي الاهلي بيهمه كل حاجه في النادي الاهلي عارفين يعني ايه كابتن الخطيب وعارفين يعني ايه المهندس محمود طاهر ومقدرين ومحدش فيهم بيطلع يتجاوز يعني انا بشيد بالجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي هي الوحيده اللي في الموال ده كله اللي ما غلطتش لا في الكابتن خطيب ولا في المهندس محمود لا انا هقول لك بقى احنا كل يوم في النادي قاعدين سواء بقى كابتن نادي محمود الخطيب او المهندس محمود طاهر احنا قاعدين بنلعب كوره نيجي كل الاعضاء متجمعين بناكل وبنشرب قاعدين مع بعض على فكره واحنا بنلعب كوره ولا احنا كلنا كاصدقاء في اللي مع المهندس محمود طاهر وفي اللي مع كابتن محمود الخطيب وكان في الاول وفي الاخر قاعدين بناكل ونشرب مع بعض كلكم ما هو ده هو ده بس انا بس عايزين نفهم بس هو دي الجزئيه للناس اللي بره انا ما اعرفش اللي بيروح شمال شويه ده بيبقى ليه كده هي دي النقطه اي حد ايوه كابتن ما انا يعني هي قصه يبقى خلاص ما انت يعني عايزين انتخابات ما لما حصلت مشكله والنادي الاهلي اتعرض لمشكله ودخلت مجلس الاداره وقال لك هنعين المجلس دوت وتعين قعد يقول لك ده مجلس معين طب انتوا دلوقتي مش عايزين مجلس منتخب ما تسيبوا انتخابات حره شريفه نزيهه ما تاثروش عليها واللي يجي لكم هيبقى مجلس منتخب ولا انتوا عايزين مجلس بالتعيين عايزين مجلس منتخب في اتنين بينتخبوا قدام بعض اتنين كبار اللي هيقدر يكسب فيهم هيبقى هو البطل هو اللي هيدير المنظومه 4 سنين هو اللي كلنا هنأيده وننتقده ساعة لما يخطأ بالأدب وبالأصول وبالورقة وبالقلم وهو اللي هنشيد بيه ونمدحه ونسنيه لما يصيب ولما يحقق أي إنجاز أو يحقق أي فخر للنادي هو اللي احنا هنقوله ما تدوهم الفرصة تدوهم الفرصة يعبروا ويختاروا بشكل كويس احنا ليه هنفضل نعمل دوت ليه نفضل نبقى ماشيين عكس التيار طول الوقت ما هو ده رئيس النادي الأهلي برضه يعني ايا كان ده طبعا يعني بص ده رمز كبير يا جماعه طب ايه ده يعني انا عايز وبعدين كل الناس طلعت مش راضيه عنه كل الناس طلعت مش راضيه يا سلام كلكم كنتوا شغالين معاه كلكم بقيتوا مش راضيين عنه ما انت مش راضي عنه ما من سنتين مش راضي عنه من 3 سنين انت مش راضي عنه جاي في اخر شفطه في الكوبايه ومش راضي عنه ما هو برضه في عقل اللي مش راضي عنه ده من اول يوم
ما هو انت ممكن يغلط اخر غلطه ثابت. يعني هو لو غلط غلطه في الاخر يبقى انت استحمله ما بقاله 3 سنين كويس، لكن لو هو بقاله 3 سنين وحش جاي في اخر شاسته في الكوبايه وتنط وتقول له انا شايف نادينا العظيم رايح فين، طب ما من اول يوم خد موقف، من اول يوم قول له لا يا عم الحاج مع السلامه، نحترمك ونقدرك ونقول لك صح انت صح. النهارده انت لما تيجي كابتن الخطيب خد موقف وانا احييه ان هو قال انا مش هطلع في قناه النادي الاهلي، وجهه نظره انا بحييه لان دي وجهه نظره وعبر عنها. تمام. انا وقائمتي بالكامل مش هنطلع في قناه النادي الاهلي. لكن لو طلع كابتن الخطيب في قناه النادي الاهلي واتكلم وبعد ما اتكلم جه بقى غلط في قناه، اقول له لا يا كابتن انت حضرتك طلعت ليه؟ فطالما انا قبلت ان انا اتعامل مع الكفار ما جيش اخر يومين واقول اصل دول انا عرفت ان هم كفار، ما كانوا كفار من الاول. يعني انت اكتشفت النهارده يعني بقى لك 3 سنين قاعد معاه. بنصلي والله. طب احنا بنصلي والله. طب بتصلي طب بقى لك ما ينفعش والله يا كابتن، يعني انا قول لي قول لي تعالى احنا هنا بنخدم كيان كله، جمهوره ومحبيه وعضو الجمعيه العموميه والنادي بشكل عام وكل المعلومات اللي تخص فريق الكوره واللعبات الاخرى بنقدمها لجمهورنا الكبير. انت عملت اجنده، عملت اجنده كده، عملت كتاب ماشي اسمه ادانه النادي الاهلي وقدمته لاي منافس عايز يجرحك هيجرحك. مراد فهمي فيه وفيه وفيه وفيه، محمود طاهر فيه وفيه وفيه، مش عارف الخطيب فيه وفيه وفيه، مش عارف مين فيه وفيه وفيه، مش عارف مين. تعالى بعد الانتخابات لو عرفت تكلم منافس يبقى قول الراجل ده ما يعرفش حاجه. وبعد انتخابات ليه افتح صفحات اي فرقه منافسه وشوف بيتكلموا ده النادي اللي كنت بتقولوا عليه اديكوا بتاكلوا في بعض اديكوا، هو ورث ده، لو ورث مش هيعملوا كده. هي حاجه محزنه فعلا. ده النادي الاهلي يا عم مش عاجبك انت راجل يعني غيره، مش عاجبك انت جربت اربع سنين وحاسس ان في الاربع سنين الراجل مش عاجبك ومش على هواك وانت عضو جمعيه عموميه غيره. قوله مع السلامه متشكرين. انت تزييف الحقائق. انا بشكرك يا باشمهندس محمود، بشكرك جدا ان انت ما هنتش نادينا وان انت ما تمش يعني اهانتك يعني ان انت ما اتقبضش عليك في قضيه مثلا دعاره ولا في قضيه مخدرات، وانت راجل شرفتنا، ولكن في حدود الامكانيات المحدوده من وجهه نظرنا انت ما تصلحش تدير الاربع سنين جايين. متشكرين يا كابتن بمنتهى الادب، لكن انت عمال تقول له كذا كذا كانك انت كل يوم جابه من مصيبه. الراجل انا عايز اعرف عمل ايه. انا والله بمنتهى والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا بحب اشتم، فعايز اشتم. لا لا مش عايزينك تشتم. لا انا بحب قول لي. طيب ما انت ساعدني ده، انت ساعدني. لا خلينا اديني اديني ما انا لو شفت حاجه غلط ما انا لازم اقف. يعني انا لو انا شايف حاجه غلط لازم اقف عليها. قول لي قول لي ده في غلطه كذا وانا ساعد. ما مش ده حق، مش هو مش في ضلال صحيح، واحنا عايزين نكشف الضلال، مش تساعدونا يا جماعه. طيب خلينا نروح للفاصل وارجع بقى اسالك يعني المرشح عايز ايه من القائمه اللي ممكن تكون تنجح في انتخابات النادي الاهلي، او المطلوب منا ايه عشان تنجح وتحقق امال مرشحين النادي الاهلي. فاصل وارجع اكمل كلامي مع استاذ ايهاب الفوزي.